احتفالا بعيد الفطر السعيد، نظمت مدرسة الفيحة للتعليم الأساسي في ولاية سمايل حتى في ساحة المدرسة لتسعد طلابها وتغرس فيهم حب المدرسة. تنفيذ مشروع التمرين الإقليمي من مخاطر أمواج تسونامي في عدة مدارس في محافظة شمال الباطنة تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني. هبطات العيد تشهدها مختلف ولايات السلطنة، يتم فيها بيع الأغنام والأبقار وألعاب الأطفال وغيرها، وهي عادة عمانية عرفت منذ مئات السنين. توسيعة الحرم المكي جعلت الحجاج يؤدون مناسك الحج والعمرة بأريحية وأمان. من ضمن فعاليات العيد بولاية البيئة سباقات العرض للجمال والخيول، ويتنافس الأشخاص بشراء الإبل التي تحرز مركزا في السباق، وكذلك بالنسبة للخيول.